كده كده ظهر الشاشة. ايوه يا مستر. طيب هنبدأ نسمع. هنتكلم إن شاء الله على الاسم في التريجونومتري اللي هو بيتكلم على السولفينج تريجونومتري ايكويشنز. طيب انا عارف ايكويشن معناها اقول لك مثلا ساين اكس او ساين ثيتا ايكوالز الهاف، دي بسميها تريجونومتري ايكويشن. طيب الثيتا هنا بكام؟ ها مين اللي يعرف؟ يعني هو بيقول لي حدد لك الثيتا دي، يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي الفاليوز بتاعت الثيتا، الفاليو دي بتاعت الثيتا كام؟ ها؟ هتقول لي يا اما شيفت ساين هاف ومنها الثيتا هتطلع ب 60، او بس مش كده وبس، او 150 صح؟ ليه 150؟ 150 عشان انا عايزك تقرا كده كويس. أهم شيء أنت عندك فورث كوادرانت، يعني عندك فيرست كوادرانت والسكند كوادرانت والثيرد كوادرانت والفورث كوادرانت. هنا خلي بالك كل الفانكشنز بوزيتيف. في السكند كوادرانت الساين والمجموع بتاعها اللي هو الكوسيكنت بوزيتيف وباقي الفانكشنز نيجاتيف. في الثالث في الثيرد كوادرانت عندك التان والكوتان بوزيتيف وباقي الفانكشنز نيجاتيف. هنا الكوزاين والسيك هما اللي بوزيتيف. تمام، انت كده اول ما بتشوف الناتج ده بوزيتيف يبقى الساين هي فين؟ الساين بوزيتيف فين وفين؟ اه الساين بوزيتيف يا اما في الفيرست كوادرانت يا اما فين؟ يا اما في السكند كوادرانت. طيب الانجلز بنجيبها ازاي؟ اه بتجيب الانجلز انت كده من غير الساين، سواء هي بوزيتيف او نيجاتيف بتجيبها من البوزيتيف. لو هي في الاول مثلا اسمها سيتا يبقى زي ما هي سيتا اهو. طيب لو هي في الثاني بنقول 180 ماينس سيتا، لو هي ماينس سيتا سوري، لو هي في الثيرد كوادرانت هتقول لي 180 بلس السيتا، لو هي في الثيرد في الفورث كوادرانت هتقول لي 360 ماينس سيتا. وخد بالك ده زيرو وهنا 90 وهنا 180 وهنا 260. الحاجات دي لازم تبقى عارفها، حاجات بس ايه لازم نبقى احنا عارفينها كويس. طيب في حاجه مهمه بقى، يعني انا لما اقول لك ساين سيتا ايكوالز نيجاتيف هاف، السيتا هنا بكام؟ بص بتلغي النيجاتيف، تلغي النيجاتيف ده، بنلغي ايه النيجاتيف، بضغط في الكالكوليتر شيفت ساين هاف ايكوالز تديك الثيرد. بس حاسب هنا الست اللي انت طلعتها لك الكالكوليتر مش هي الفاليوز بتاع الساين كده، مش مظبوطه كده غلط. ليه؟ لان انت عندك هنا النيجاتيف، النيجاتيف ده معناه بيقول لك ايه؟ معناه بيقول لك ان الانجلز دي يا اما فين يا فين؟ اه في النيجاتيف يا اما في الثيرد كوادرنت يا في الفورث كوادرنت. يعني السيتا بتاعتك كده يا اما في الربع الثالث يا اما فين؟ في الربع الرابع كده. طب في الربع الثالث هتقيس الانجل كلها كده اهو. يعني هي عامله زاويه 30 بس في الربع الثالث، يبقى الزاويه دي كلها تبقى كام؟ يبقى الانجلز دي كلها تبقى 180 بلس الثيتا، زي ما انا قلت لك 180 بلس 30، يبقى قيم الثيتا 180 بلس 30 اللي هو كام؟ 210، دي اول واحده. طيب الثانية بقى اه هي سيرتي هنا في الرابع. طب في الرابع قلنا ايه في الفورس كوادرانت 360 ماينس ايه؟ ماينس الانجل اللي طلعت لك بالكالكليشن، يبقى 360 ماينس 30 يعني 300 بس كده. ده كده في الاول تمام، اتفقنا على الجزئيات البسيطة دي. اه لحد هنا في حاجة مش واضحة؟ لا أنا لا تمام. تمام. طيب خلي بالك برضو هنا مش هو ده الموضوع،
ده جزء من الموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه. فكده تمهيدا للموضوع، تعال بقى نشوف الموضوع الاصلي ايه، يعني سولفنج تريجونومتري، عشان انا احل المعادله اللي هي فيها ساين وكوساين وتان وكوتان والسيك والكوسيكال دي ايه شغلتها بالظبط. جنرال، في حاجه اسمها جنرال سوليوشن. جنرال سوليوشن انا لما كنت بقول لك ساين سيتا ايكوالز الهاف، كنت بتقول لي هنا الفاريز بتاعت السيتا اللي هي سيت 150 صح؟ اه مش كده؟ لا مش دول بس، دول جزء من جزء من الحلول. انما في الحقيقه بص الزاويه السيرتي دي، الانجل سيرتي هي كده ليها يا جماعه عدد غير منتهي من الانجلز، وتديك نفس الانجلز بسميها اكيوفلنت انجلز. ايه اكيوفلنت انجلز؟ اكيوفلنت انجلز دي معناها التيرمينيال سايد ده بيلف ويرجع تاني، يعني معايا انجل كده سيرتي، ممكن الف انجل تاني اعمل دوره تاني وارجع برضو على نفس السايد تبقى اسمها اكيوفلنت انجلز، وممكن اعمل الف 3 مرات مش مرتين وبس اهو، وارجع على نفس الترمينال سايد يديك اكيوفلنت انجل سيرتي للانجل سيرتي. يعني كده معنى ذلك ان في عدد غير منتهي من الانجلز هو اكيوفلنت للانجل سيرتي، وكذلك في عدد غير منتهي للانجل في 150 برضه يعمل اكيوبلنت ال150. طيب هنا بقى احنا عايزين نجيب صوره عامه او شكل عام للانجلز دي. لما يقول لي يقول لي ساين، يقول لي فايند ذا جنرال سوليوشن اوف ساين سيتا ايكوالز الهاف، يبقى ايه بقى الجنرال سوليوشن بنعملها ازاي؟ بص بقى بنعملها ايه؟ بنجيب سمولست انجل اول حاجه، اصغر انجل. اصغر انجل بنجيبها ازاي؟ بتضغط بالكالكوليتر شيف ساين هاف ايكوالز هيديك سيت، يبقى سوليوشن سيت هتبقى سيرتي، وتضيف عليها عدد من الدورات، عدد من الدورات تعدل عنه كده 2 باي ان. طيب الان دي ايه بقى؟ وير ان بيلونجز تو انتجرز، يعني ينفع نيجاتيف اه، ينفع زيرو، ينفع بوزيتيف او نيجاتيف. طيب ايه معناها برضه؟ عايزين نفهم، الحته دي. ايه يعني 2 باي ان؟ معناها يا جماعه كل الانجلز اللي انا ممكن اتخيلها في نفسي من القانون ده او من الرول ده انا كتبته، يعني عند الان بزيرو، لما الان بزيرو الانجلز اللي تطلع بكام؟ تطلع بالصفر. يبقى دي اول انجل، دي اصغرهم سمولست انجل. طب لما احط الان ان ب 1، ها ان ايكوالز 1، احصل على اكيوفلنت انجل تاني عباره عن سيتي بلس 2 باي ان او 360، يعني دوره كام؟ طيب يبقى 30 و 60 يعني كام؟ 300 دي برضه اكيوفلنت انجل. طب لما احط ال n equals negative 1 احصل برضو على انجل اسمه 30 minus 360 وهكذا، يبقى احصل على عدد غير منتهي من الانجلز هو equivalent انجلز 30، والساين بتاعه يديك الهاف. تمام اتفقنا على الجزئيه دي؟ عرفنا ايه يعني جنرال سوليوشن؟ ده بسميها جنرال سوليوشن للايكويجن بتاعه. تمام طيب طب لو ما حددليش الانترفال، لو ما قالكش الانترفال ما فيش بالطريقه. طب لو قلت لك كوساين سيتا ايكوالز هاف، ها وعايز الجنرال سوليوشن، ها هنعمل ايه؟ هتيجي تكتب بالكالكوليتر شيف كوساين اصغر واحد الهاف ايكوالز، طبعا هنا السيت هتطلع بكام؟ 6، يبقى السوليوشن سيت عباره عن 60 بلس 2 باي ان. بس خلي بالك ال 60 بيكتبها بالريديان، بيكتبها بالريديان ازاي؟ بيكتبها هتلاقيها في اختيارات ال 60 هتلاقيها بالريديان في السوليوشن دي، يعني هو بيضرب في باي كده ويقسم على 180، ومعناها كده على ديفايدد باي 6 هنا 1
1 over 3 باي او باي اوفر 3 بلس 2 باي ان، وده كده بسميه جنرال سوليوشن للايكويشن بتاعت كوساين سيتا ايكوالز الهاف. تمام؟ طيب كمان حاجه، طيب لو قلنا كده كوساين سيتا ايكوالز نيجاتيف روت اوفر، ها يلا بينا كده، يعني كل الامور بتضيف 2 باي ان، يبقى بجيب كده بالكالكوليتر شيفت كوساين الكلام ده هتطلع لي السيتا بكام؟ المفروض السيتا من غير الانجلز دي هتجيبها من غير الـ من غير الساينس، يعني الغي النيجاتيف بالكالكوليتر اهو، شيفت كوساين روت 3 اوفر 2 ايكوالز، هتديك طبعا هنا السيتا هنا بكام؟ صفر. اه خلي بالك النيجاتيف دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك يعني الكوزاين نيجاتيف يا اما في السكند كوادرانت او في الثيرد كوادرانت، انت ما تاخد اقل حاجه اللي هي في السكند كوادرانت، ما تحطش صفر كده، وتقيس الانجل دي، الانجل دي كلها تعمل الكلام ده على فكره من فيكس كتير، ها 120 ده كله كده، اه 120 دي اصغر انجل فيهم اللي هي بتحقق العلاقه دي او الريليشن دي. بص بقى جنرال سوليوشن طريقه كتابته سهل اهو، يبقى السوليوشن ست بشكل عام اهو 120 اصغر زاويه دي، وبتضيف عليها دوره كامله 360 ان، بس ده بنكتبه بشكل ثاني. ايه هو الشكل الثاني؟ بنكتبه بالريديان، يعني ال 120 بروح اغيرها بالريديان ازاي؟ بضربها باي واعملها ديفايد باي 108 وتحسبها لي كده مره واحده واحده، ديفايد باي 6 هنا 2 ديفايد باي 6 هنا 3، يعني 2 اوفر 3 باي. تمام؟ روح تكتب بقى السوليوشن ست بتاعك عباره عن 2 باي اوفر 3 بلس 2 باي ان. تمام؟ بس وده كتابه الجنرال سوليوشن، اتفقنا عليها؟ طب هو احنا ليه بنعمل add 2 باي ان؟ ما هو 2 باي ان دي معناها اي حاجه من الانجلز دي مهما تلف من الدورات، يعني بص الاكيوفالنت انجل دي مش هي الانجلز دي بس اللي بتحقق العلاقه دي، كوزين سيتا ايكوالز اوفر ايكوالز نيجاتيف اوفر 2 ليها عدد غير منتهي من الانجلز بتحققها، يعني بص ممكن احط لك ان بكام؟ ان ب1، لما احط لك ان ب1 يعني 120 زائد 160 كام كده؟ احسب لي احسب معايا 400 وكام؟ 400 و 400 تاني صح؟ لو ضغطت على الكالكوليتر، لو ضغطت على الكالكوليتر كوساين 480 دلوقتي هيطلع لك 100 اوفر، ومش كده وبس، لو حطيت ان 2 يعني هنا 320 يعني 100 بلس 720 وتحسبهم شوفهم كام، هتلاقي كده كوزاين الكلام ده برضه بنفس الفكره نيجاتيف روت 3 اوفر 2. احنا بنجيب حل عام، بنجيب بصوره عامه. ايه يعني بصوره عامه؟ معناها ان في عدد غير منتهي من الانجلز، عدد غير منتهي شو؟ انفينيتي انجلز بيحقق الريليشن، يعني انا ممكن الف مره واحده اللي هي اصغر زاويه، وممكن الف ثاني كده مرتين، وممكن الف ثلاث مرات في نفس الانجل. ما هو انا لو معايا انجلز كده وليكن هنا مثلا هي 20 درجه، ما هو الانجل دي بيقول لي ليها انجلز كتير جدا عدد غير منتهي من الانجلز، تعمل اكيوفالنت فيها مكافئ ليها. ايه مكافئ ليها يعني؟ يعني يلف دوره كده ودورتان ودورتين وثلاث دورات، المهم الترمينال سايد ده يبقى هو نفس الانجل بتاع نفس الترمينال سايد بتاعه. اتفقنا كده؟ عشان كده انا بضيف 2 باي ان، بضيف دوره كامله، بضيف دوره كامله، كل ما الف دوره كامله ترجع لنفس القصه. اتفقنا كده؟ دي ببساطه. طيب هو بعد احنا كده ليه عملنا 720؟ ايه؟
ايه هيلثي برجر دلوقتي؟ لما اقول لك كده فايند ذا سوليوشنز، انا عندي ساينس ايكوالز، اقول لك كده نيجاتيف السيتا هنا بتتكلم ايه؟ هي قيم سيتا. ها ايه الفاليوز بتاعت السيتا اللي بتحقق العلاقة دي؟ 60 و اه 60 تمام ماشي. آه بص يا ريهام، انا عندي نيجاتيف هنا شايفها؟ طيب انا لو عشان اجيب الموضوع ده بضغط بالكالكوليتر اهو مره ثانيه، شيف لو انت مش عارفها يعني شيف ساين، وسيبك سيب النيجاتيف ده بره اهو، روت اوفر تو سيكونس تطلع لك 60 زي ما انت قلت، بس مش هي ال 60 معناها ما يدل لي ان في انجل، بس الساين نيجاتيف ايه بحدد الكوادرنت اللي هي فيه نيجاتيف، هنا كله بوزيتيف، هنا الساين بوزيتيف والمجلوب بتاعها طبعا، هنا مين اللي بوزيتيف؟ التان بس، وهنا الكوساين بس، عشان دي لازم نبقى عارفين. يبقى الساين دي نيجاتيف فين؟ في الثيرد ها اوف ذا كوادرنت. ايوه، يا يعني اما في الثالث يا الرابع، يبقى الانجل دي عباره عن 60، بس ال 60 دي في الثالث اهو كده، ادي ال 60 ومعناها برضه 60، بس ال 60 دي في الرابع في الفورس كوادرنت كده. الانجلز دي لما اجي اقيسها بقيسها من هنا من الاكس اكسس البوزيتيف اهو، يعني الزاويه دي كلها كام؟ من هنا لهنا 180، 180 بلس 60 كام؟ 240. يبقى الثيتا هنا اقل حاجه فيها 200 صح؟ اضغط بالكالكوليتر بتاعتك ساين 240 يديك 60 اوفر، مش هي الثيتا دي بس، في حاجات كتير غير منتهيه، انفينيتي نمبرز من الانجلز يديك نيجاتيف روت 3 اوفر 2. يعني هنا الانجلز اللي في الربع الرابع دي كام؟ هقول كده بجيبها ازاي؟ بجيبها بقيسها من هنا كده، او بقول 360 كده ماينس 6 اللي هي 300 درجه، يعني كده السيتا برضه تنفع بكام؟ 300. في تاني؟ ايوه في تاني، في عدد تاني. العدد التاني ده هتجيبه ازاي؟ هنكتبها من الجنرال سوليوشن، اقول كده السوليوشن ست بتاع الايكويشن دي عباره عن 200 فولت اصغر واحده فيهم بلس دوره كامله 360 بس، ادي ده بسميه جنرال سوليوشن. ثواني اكتبها كده عشان ايه؟ نقول كده السوليوشن سيت عباره عن 240 بلس 360 ان، دي كده بسميها السوليوشن سيت. طيب بكتبها بشكل الريديان، هو الاصل فيها او الصح فيها انك تكتبها بشكل الريديان. ايه الريديان؟ بدلا من هي بالدجري كده تحولها للريديان. ازاي تحولها للريديان؟ اهو تصير اضرب في باي واعمل ديفايد باي 100، يلا كنسل 0 مع 0، اقسم على ال 6 هنا 4، اقسم على ال 6 هنا كام؟ 4 باي اوفر 3 بلس 2 باي 3. ده كده السوليوشن سيت بتاعي يا جماعه. ده معناه ايه؟ معناه انك تقدر تجيب كل قيم الثيتا من القانون ده، يعني لما ان بزيرو تطلع لك ب 200 فولت، لما ان ب 1 تطلع لك بقيمه ثانيه، لما ان بنيجاتيف 1 تطلع لك بقيمه بفاليو اخرى، لما ان ب 3 تطلع لك بفاليو اخرى، اعوض بالان هنا
لما ان ب 5 برضه يطلع لك تاني وتاني وهكذا. فهمت كده ايه يعني معناها لما اضيف دوره كامله 2 باي ان؟ معناها اني انا بقدر من الرول ده اجيب كل القيم بتاعت السيتا اللي هي بتحقق الريليشن الاصليه بتاعتي. اتفقنا؟ ها تمام. في مشكله؟ تمام. طب خلينا نقول بقى هنا في كليات طب لازم عارفينها بالنسبه لي ونوعيه الاسئله. ركز معايا لما يقول لك كده فاين ذا سيكونس ساين سكوير سي ماينس ماينس روت 3 ساين سيتا ايكوالز هنا حط ايه مثلا؟ ايكوال زيرو. هنا بحل ازاي دي؟ هتقول لي 2 ساين سكوير سي بدي من الناحية الثانية كده صح؟ ها يعني ديفايد باي ساين سي 2 ساين سيتا ايكوالز روت سي ساين سيتا ايكوالز روت سي اوفر معايا كده في اللي انا عملته؟ ها معايا كده؟ ايوه تمام. الو طب كده مش مظبوط، كده غلط، اوعى نعمل الحركه دي عشان دي الاخطاء اللي بتوقع فيها الناس لما تيجي تحل بالشكل ده. كده مش مظبوط. طب ليه مش مظبوط؟ انا ضيعت احد الحلول، ضيعت احد الحلول. ايه هي؟ بص يعني ما يصح الصح اللي اخد كم الفكر ما يديش الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يعني عكس الساين ده هنا ما تشتغليش بيه كده وتوديه الناحيه الثانيه وكده تيجي زي الايكويشن العادي. لا لا تعمل ايه؟ لازم تاخد كده كومن فاكتور. انا ملاحظ هنا الساين وهنا ساين، اخد الساين سيتا كومن فاكتور كده. لما اخد ساين سيتا كومن فاكتور هنا يتبقى لي 2 ساين سيتا وهنا يتبقى لي ماينس 3 واقول ايكوالز تو زيرو واروح اقسم مسالتي مسالتين، يا اما ساين سي ايكوال زيرو او 2 ساين سيتا ماينس روت 3 ايكوال زيرو ومنها ساين سيتا ايكوال روت 3 اوفر. كده انا عندي حلين، ايه هما؟ الحل الاول يا اما ساين سيتا زيرو واجيب لي حل ام، يا اما ساين سيتا ايكوال روت 3 اوفر 2 واجيب لي حل. يلا بينا بقى نجيب حل عملي دي ونجيب حل عملي دي كده. تعرف السيتا هنا بكام يا جماعه؟ يلا بسرعه كده. قيمه السيتا هنا بكام؟ شيفت ساين طبعا هنا السيتا اقل حاجه هتطلع ايه؟ سمولست انجل 6 اللي هي باي اوفر ايه؟ اوفر تمام؟ تمام. سوليوشن ست هنا هكتبها كده باي اوفر 3 بلس 2 باي ان بس ده اول حل. الحل الثاني الساين سيتا ايكوال زيرو. زيرو دي فين بقى؟ دي من السيركل يونت مش هنا كامل يونت. انا عايز اشغلكم موديل الكالكوليتر. ليه؟ انا عايزك تفهم كده الموضوع ده. اصلا تريجنومتري ده سلسله مرتبطه مع بعض كلها كده مرتبطه مع بعض موضوع واحد كلهم كده. الدروس اللي انت بتدرسها في الترم الاول والثاني واللي درسته في ثالثه اعدادي كله كده هتلاقيه موضوع واحد. طيب انا هنا عشان من السيت اليونت او اليونت سيت بقول هنا البوينت عباره عن ايه؟ عباره عن 1 على الاكس اكسس و0.
والبوينت اللي هنا 0 1 على الواي اكسس، وهنا نيجاتيف 1 على الاكس اكسس و0 على الواي اكسس، هنا 0 على الاكس اكسس و1 على الواي اكسس. يبقى الساين ب0، خلي بالك الاولاني كوساين والثاني الاحداث الثاني اسمه ساين. يعني الساين ده الاحداث الثاني بيبقى 0 فين؟ يا اما هنا عند كام؟ عند 0 او هنا عند الباي. طب دي عشان تجيب حل عام يبقى اصغر حاجه ليها 0 اهو. يبقى السوليوشن سيت، هقول السوليوشن سيت عباره عن 0 واضيف دوره كامله، صح؟ ايوه كده صح. الزيرو ده ملوش لازمه بقى. يبقى السوليوشن ست تقدر تقول عليها هو 2 باي ان، ومش كده وبس. طب ما هو جات اتكررت هنا كمان عند الباي اهو، برضه اداني الباي بلس 2 باي ان. ولذلك هنا في الزيرو وال1 والنيجاتيف 1 والحاجات اللي كانت سيركل، تاخد بالك تستنتجها استنتاج افضل. ايه الاستنتاج؟ اني انا كل ما بعوض كل ما بلف نص دوره بحصل على فاليو للسي. يعني كان من المفروض هنا ان اقول له السوليوشن سيت عشان كل الاختيارات دي ممكن تلقاها، يعني ده صح وده صح، والسوليوشن سيت اللي انا هكتبه الثالث برضه صح، زيرو واضيف نص دوره مش دوره كامله باي ان، ده صح. تمام. يبقى السوليوشن سيت اللي هو باي على الثلاثه بلس 2 باي ان اند كده باي ان، ده كده بشكل. طيب ده كده يعني ايه؟ ده كده الحاجات اللي هي ايه ممكن تواجهنا. طب لو حددت انترفال يعني هات فروم 0 تو باي، دي سهله طبعا. هو بيقول لك كده في الدوره الواحده اللي بتحط كام؟ يعني لما اقول لك كوساين سيتا، لما اقول لك اهو عايز الفاليوز من 0 لحد باي من ايكويشن كوساين سيتا بلس 43 ايكوالز تو 0، تعمل ايه؟ تروح تودي كده روت 3 بالناحيه الثانيه، 2 كوساين سيتا ايكوالز نيجاتيف 43، تعمل ديفايد باي 2 هنا وديفايد باي 2 هنا، يبقى كوساين سيتا ايكوالز نيجاتيف 43 اوفر. طيب السيتا هنا بكام؟ السيتا طبعا من غير النيجاتيف تطلع بكام؟ ها؟ السيتا تطلع بكام؟ 30 اوكي يبقى السيتا. بس السيلفي دي مش هي في الفرق في اي كوادرنت في هم؟ الفورث او فيرست كوادرنت سكند والثيرد. عشان يعني في النيجاتيف صح. سيلفي يعني في سيلفي هنا وفي سيلفي هنا. طيب هنا بجيب 150 ماينس سيلفي في السكند كوادرنت، يعني 150 يبقى كده السوليوشن ست، عشان هو عايزها في الدوره الواحده بس. اقول له 150 والانجلز الثانيه اللي هي 180 بلس 30 اللي هي 210. بس دي كده السوليوشن ست في الدوره الواحده. تمام. البيريود في الفيرست بيل، اتفقنا على الجزئيات دي؟ ها اتفقنا تمام عليهم. طيب يلا بقى نبدا نحل عشان يا بسم الله. تعالى كده نشوف هناخدهم واحدة واحدة. فيقول لي اف سيتا جريتر ذان او ايكوالز تو زيرو اند سمولر ذان 360، يعني هو بيقول لك كده انا عايز الحلول بتاعتك بس ايه 1 بيريود دور واحد. مديني بقى الايكويجن بتاعتي ساين سيتا بلس ال1 ايكوالز الزيرو، عايز السيتا.
يلا اول خطوه اللي كانت الحاسب تكون معي ساين سيتا بلس ال1 يبقى 0، اودي ال1 من الناحيه الثانيه يبقى ساين سيتا بلس ال1. تمام طيب عرفتش من السيركل نعرفها، بس هنا لازم ايه انت عارف بقى ايه من هنا برضه عدد الازواج المرتبه بتاعك هنا 1 0. يلا مره ثانيه عشان برضه هنا 0 1 هنا نيجاتيف 1 0 هنا 0 نيجاتيف. طيب انا عايز بقى ساين سيتا يبقى نيجاتيف 1، يعني عايز السكند بروجيكشن نيجاتيف 1. فين سكند بروجيكشن نيجاتيف 1؟ هنا. طب في ثاني؟ لا ما عندكش، يبقى هو عندي 270 واضيف دوره كام؟ يعني كل 360 درجه هو. يبقى كده معنى ذلك هو ما فيش غير الدوره الواحده غير انجل واحده اسمها 270 اللي هي بتحقق الريليشن. طب لو ما كانش جاب الجمله دي فالكتابه كده ها هنجلس زجاج جنرال سوليوشن. ها نعمل ايه بقى؟ اقول له 270 بلس 360 واحولها بالاثنين. اتفقنا كده؟ واضح؟ تمام. يلا بقى انا عايزكم اهو هنا برضه في الدوره الواحده. يلا قول يا ريهام، قول يا ريهام، نبدا بريهام كده. ها هنعمل ايه؟ زيرو ايوه أودي إن الوان الناحية التانية بالنيجاتيف يبقى الكوزين يكون نيجاتيف وان. تمام، غير شيء تاني كويس نقدر نفهم. جميل، يبقى هذه اللي تصير هنا كده على طول 1 و0، هنا 0 1، هنا نيجاتيف 1 و0، هنا 0 ونيجاتيف 1. طيب الكوزين نيجاتيف 1 معناها كده ايه؟ معناها الفيرست بروجيكشن بنيجاتيف 1، الفيرست بروجيكشن بنيجاتيف 1 ايه؟ ها اللي هو هنا شايفينه؟ حداشر ده عندي مين؟ عندي كام؟ عند السكند كوادرنت. عندي ال 180. ايوه اللي هو ال 180 درجه يعني. ما فيش غيرها على فكره. ما فيش تاني نيجاتيف 1 في الفيرست بروجيكشن. يبقى كده معناها ان السوليوشن سيت The 180 100. plus 2 way in. ايوه بس انا عايز بس عشان عايز احدد لي من 6 يبقى ناخد 180 تمام بس. طيب لو جيت بالكالكوليتر شفت شفت وزي ما انت فاهم برضه هتطلع لك ما تقلقش، بس انا عايزك تفهمها من السيركل عشان تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. تعالوا نشوف التعديل. يلا يا جماعه تقول لي هنا ايه برضه في البامبير وسيكل سي بس 1 اكوانت. يبقى كوزك سيتا ايكوال 1، ايوه يبقى يعني كوزاين سيتا ب1 برضه، ساين سيتا ايوه قصدي ب1، الله يفتح ساين عليك. سيتا ب1 سيكا دي مقلوب مين هي؟ سيكا ساين ساين ايوه يبقى 1 اوفر ساين سيكا ايكوالز 1 كروس مالتيبليكيشن يبقى ساين سيكا ايكوالز 1. ساين سيكا ايكوالز 1 فين؟ دي فيها حاجتين خلي بالك في الدوره دي كده ادي الساين هنا اهو 90 1 و0 هنا 0 1 هنا 0 هنا نيجاتيف 1 و0 هنا 0 هي 90 0 بس هي 90 عشان هنا هو عايز البوزيتيف يبقى مش هناخد كده اللي هي ايه؟ تمام. طيب لسه عليه جميله جدا. طيب اللي بعديها مين معانا؟ عمر. يلا يا عمر مين دي؟ ماشي فيقول لي ايه؟ يقول لي 2 ساين ثيتا ماينس 0 برضه عايز في الفاليديشن فتره واحده
هات لي الفاليوز بتاعت السي. ها قول يا عمر، ها هنعمل ايه؟ تو ساين سيتا ماينس 3 ايكوال 0. يلا بقى انا هنجز ودي دي من الناحيه الثانيه، يبقى تو ساين سيتا. يلا موضوع سهل والله، اهو اعمل بعدين ديفايد باي هنعمل 2 في راس الماي حته. اه كده يبقى ساين سيتا ايكوال 0. بس هنا هو الثاني، تعالى بقى اظبط الدنيا. نظبط الدنيا ازاي؟ اول حاجه في بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، يبقى هي في فين وفين؟ في الاول والثاني، يبقى في الفيرست كوادرنت والسكند كوادرنت. الانجل دي في الفيرست كوادرنت والسكند كوادرنت. حتى لو جربت الاختيارات هنا انا شايف زاويه في الثيرد كوادرنت، لا دي غلط. ها هنا دي برضه غلط. اه هنا في الفيرست سكند، هنا في الفيرست سكند، يبقى واحده من دول. طيب هجيبها ازاي؟ هروح اجيب السيتا. السيتا هنا شيفت ساين